استاذ عبد الغني، يا استاذ، استاذ. اهلين حسنة بنت حلال، كنت رايح لعندك بدي اشوفك واطمن عليك. بصراحة انا جايتك وقصدتك بخدمة، يعني ما في حدا غيرك بيقدر يساعدني. تكرم عينك، انت مو بتطلبي طلب، انت بتأمري امر. يعني هو الخدمة مو منك، من ابوك، بقى بركي بتحكي لنا معه وبتخبره باللي صار مع بابا. تكرم عينك، اليوم بحاول احكي معه بس ان شاء الله القطه. على كل حال نحن عنا اجتماع اليوم ببيت المختار، ان شاء الله بنحل الموضوع ولا بنحتاج لا ابي ولا غيره. لك كتر خيرك، هالمعروف ما رح انسى لك يا طوال عمري. شكرا كثير، يلا بخاطرك. مع السلامة، تكرم عينك، مع السلامة. ريا ريا ريا، ليش تركي حسن لحالها؟ روحي جيبيها، خليها تبقى عندنا هون بالبيت. ما يهمك يا ري، هلا بروح بجيبها. ماشي. ما قلت لي بابا مالك رايح على الاجتماع اللي مساويه المختار؟ اجتماع شو؟ المختار جامع رجال البلد كله مشان قصة عمي ابو حسنة. ليش ما دعاك؟ عمره ان شاء الله ما يدعيني، اساسا مرحبا حرام بهيك مختار، لك يقطع عمره، لك يضربوه اللي حطوه. أنا واثقة إنه المختار مو عامل هالاجتماع لله بلله، أكيد بده يهاجمه لعمي أبو حسنة ويحكي عليه شروي غروي، مشان هيك ما بده إياك تكون مشان ما تدافع عنه. لعين هالمختار بيساويها. بابا ضروري تلاقي طريقة تساعده فيها لعمي أبو حسنة، والله حرام. بسيطة، أنا بأرجيك يا مختار. نتكلم بالقضايا التي تمسنا وهي ضد الرجعية والتخلف وغير آبهينا بها. شو يا مختار؟ لا يكون ماني معبي عينك ومالك معتبرني عازم كل أهل الضيعة وإني مالك عازمني، ليش بقى؟ اسمع يا أبو رشيد، الشغلة اللي عملها أبو حسنة بهالبلد بتوطي الرأس، ونحن بنعرف أنه أنت بتحبه وصديقه وبدك تشد معه. أنا صاحبه؟ إيه نعم، بس أنا عمري ما كنت مع البلطجة والظلم. إذا كان أبو حسنة مع الضيعة فأنا مع أبو حسنة، إذا كان ضد الضيعة فأنا ضد أبو حسنة يا أخي. لا إذا هيك أهلا وسهلا بأبو رشيد، بكحل عيني. تفضل 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 أبو رشيد. شو هاد يا مختار؟ مبين عبد المقصود هون؟ عم تدعي المعارضة وما بتدعيني إلي؟ خلصنا بقى يا أبو رشيد. هو صحيح عبد المقصود معارض بس بيضل بهمه مصلحة البلد. عفوا، أنا سلفا معترض على أي قرارات رح تتخذوها، بس من واجبي كفرد بهي البلدة إني أكون معكم مشان أقول اللي بيمليه علي ضميري. شرف. وأنا كمان بعترض، لأنه ما بظن المختار ياخذ قرارات هامة وفردية بهالاجتماع. بس يا أبو نصيف، بس يا جماعة أنتوا بتعرفوا في شغلة لازم نحكي فيها ولازم نعرفها بكل تفاصيلها. في سر، والسر ما بيعرفه إلا أبو حسنة وشاهين، لذلك أنا رح أحكي لكم كل المعلومات اللي عندي. لازم نتساعد وتحكموا بأنفسكم. يعني مصمم على إنكار يا أبو حسنة؟ ها يا أبو جابر، لا بعرفه ولا شفته بحياتي. طيب ليش أول ما شفته قلت له هذا أنت وهلأ عم تقلي ما بعرفه؟ استشبهت فيه، أنا فكرت اني بعرفه بس لما دققت فيه طلع مو هذا اللي بعرفه. طيب هو اول ما شافك كمان قال لك هذا انت؟ ايه معقوله، شو هالصدفه يا ابو حسناء؟ طيب يا سيدي هلا بس يصحصح اسالوه، اذا طلع بيعرفني بيكون الحق علي. بس طيب رح نساله، واذا قال انك انت اللي اعتديت عليه ساعتها يا ويلك يا سواد ليلك يا ابو حسناء مني، رح تعرف مين هو ابو جابر. يا سيدي إذا أنا اللي مادت إيدي عليه بقبل تعلقوا مشنقتي بنص الساعة. ماشي ماشي، خدوه. لوين؟ على القمضة، يعني لوين؟ عزت
ابو حسنة رح تضل بضيافتنا من هون لحتى يصحى المغدور ويقدر يحكي. المغدور؟ لا يا ابو شامل، شكيت امري لربنا سبحانه وتعالى. هو الوحيد. ايش اخذت؟ بس لازم نعرف انا مصلوب. طب ايش لازم تاكدوا؟ يعني بدكم تقنعوني انه كان في 100 رجال مسلح مجتمعين مع ابو حسنة؟ طبعا، ومن خلال تحركاتي ومراقبتي بالطبع انه كانوا عنده بالبيت لابو حسنة 100 مسلح، وعبد المقصود قال انه شاف قسم منهم. وبصراحة انا بعترف اني شفت قسم منهم مرة او مرتين مجتمعين ببيت ابو حسنة، انما لم يكونوا 100 او يزيد. واجى لعندي وطلب مني بالعلامة سلاح. لك شو دخل هذا اللي عم تحكوه بالمصاب اللي كان قدام بيته؟ عود يا ابو رشيد عود. كيف شو دخله؟ اكيد هاد احد الرجال المسلحين، صار خلاف بينه وبين ابو حسنة، هجم عليه ابو حسنة ضربه وشلحه سلاحه. المجنون يحكي وعائل يسمع. لك يا جماعة شبكوا وكلوا الله، ابو حسنة واحد درويش بسيط، لك ما بيطلع بايده يأذي نملة. لا تغلط يا ابو رشيد، انت ما شفت نظرات الرعب بعيون المصاب لما شاف ابو حسنة. بعدين ممكن تفهمني ليش ابو حسنة انكر معرفته فيه رغم انه بيعرفه؟ ومين قال لك انه بيعرفه؟ ابو رشيد لا جنني، ابو حسنة لما شاف الرجال قال له هذا انت؟ صح يا رجال؟ صح. لا مو صح، انا ما سمعت. الاعتراض مرفوض. ولما صحي المغدور وشاف ابو حسنة بعيونه شو قال له؟ كمان انت؟ صح يا رجال؟ صح. واذا فكرنا شوي شو بنستنتج؟ انا راح لكم، ابو حسنة بيعرف الرجال، والرجال بيعرف ابو حسنة. مين؟ ابو حسنة. وابو صالح اكد وقال انه شاهين صاحب المغدور، صح يا ابو صالح؟ صح. شو بيعني هذا؟ في حدا بيقدر يفسر لي شو عم يصير؟ انت يا ابو رشيد تقدر تفسر لي شو يلي عم يصير؟ اخي بصراحة ما بعرف شو بدي قلكم، أنا اللي بعرفه أبو حسنة رجال آدمي ولا يمكن يأذي حدا. حسنة خلص بقى شو بنا؟ بإذن الله ما بيصير إلا الخير. هي أبي راح لعند المختار وراح يحكي معه، وكمان عبد الغني وعدك يحكي مع أبوه، شو بدك أحسن من هيك؟ يا حبيبتي فهمي علي، المختار ما بيحبه لأبي، وإذا طلع بإيده يحطه بالحبس ما بيقصر. شايفة كل هذا الحكي اللي عم بيصير؟ كله من تحت راسل هالحية مريم، هي اللي عم توز أبوه عليكم. مريم؟ إيه مريم. ليش؟ قال شو يا ستي؟ متضايقة منك لأنك بدك تاخدي منها الأستاذ عبد المقصود. أنا يا ريا بدي آخذ منها عبد المقصود أنا؟ مريم بتحب عبد المقصود، وعبد المقصود بيحبك، وهي رح تجن من الغيرة. شالة يا لطيف، خلاص ما رح ترتاح وما رح تحل عنك لحتى تتركي لها الأستاذ عبد المقصود، فهمتي هلا؟ لك الله يهنيها، تتهنى فيه حبيبتي، أصلاً أنا اللي اسمه عبد المقصود، كله على بعضه ما لي شايفته قدام مني، لو ما بتخيله إنه هو كمان عم يفكر فيني. إيه لا حبيبتي، لا تغلطي أبداً، عبد المقصود بيحبك، ومو بس بيحبك، بيموت على الأرض اللي بتمشي عليها. بتعرفي حسنة؟ شو عيب عبد المقصود؟ يعني ليش ما بتحبيه؟ مو أحسن لك من هالأجدب شاهين؟ آخ شاهين، ليش تقدم لي عريس تاني يا ريا وأنا قلت لا؟ لك حبيبتي شاهين من القلة ما له علة، فهمتي بقى؟ يعني هلأ أنا بفهم من حكيك إنه إذا تقدم لك الأستاذ عبد المقصود بتقبلي فيه ولا؟ ريا أنتي مو طبيعية اليوم، أبي قاعد مرمي بالحبس وأنتي قاعدة عم تحكي لي عن العرسان، فضينا من هالسيرة بقى يا. الدلائل كلها بتشير لوجود علاقة وسر بين شاهين وأبو حسنة، بس شو هذا السر؟ ما حدا بيعرف. يعني باختصار نحن لهلا ما قربنا على جوهر الموضوع، ويستحيل معالجة موضوع دون معرفة جوهره، هذا بالضرورة. استاذ عبد يعني انت شو بتقترح؟ انا بقترح انه نشوف ابو حسنة ونحاول نسمع وجهة نظره، قد نلتمس ما يفيد. الحقيقة يا استاذ عبد المقصود انني حاولت كثيرا معه لكن لم التمس شيئا. بضل عنا شاهين. مزبوط، شاهين ممكن نلتمس منه شيء يا مختار. شاهين؟ ليش حدا بيعرف وين شاهين؟ ابن خالتي شافه بتل الشحرير ماشي مع رجال اسمه شعلان وبيشتغل مخبر. لا
لك مصيبة إذا كان شاهين عم يفكر يشتغل هيك شغلة. الله وكيلكم بنروح فيها. مريني بدك شي ناقصك شي؟ هيدا الطعم كان للبابا، خذه البسه اكيد بيلبق لك. انا؟ ايه حميده هيدا الفستان الك، اكيد بيطلع بجنن عليك. شكرا انسه مجدولين، ما تعودت البس ثوب مو ثوبي. حسنا والله التعى قلبي مني، روحي ضبي اغراضك وانزلي نامي عندي بالبيت اريح لك. ليش بدي روح نام عندك بقى؟ لك شو ليش؟ معقول اتركك تنامي هون لحالك؟ الله يخليكي، يلا بننزل سوا. لك يا ريا يا حبيبتي افهمي علي، انا ما بقدر اترك البيت هون، يعني بركي اجوا حرامية بخلافنا، بركي ابي يطلع من الحبس. ها هلا انت اللي رح توقفي بوش الحرامية؟ امشي ضبي اغراضك بلا قلة عقل مشان الله. اذا ما مشيتي معي بدي ابعث لك ابي ينزلك كرفته، شو رايك؟ لا لا حبيبتي خلص، لكن انت سبقيني على البيت وانا رح لب اغراضي والحق. ماشي ما بتاخر عليك، لكن اعيني 6 ساعات مثل عادتي. لا لا بس انتبهي على الطريق. ايه لا تخافي، يلا خافي. الله معك. شاهين شو عم تساوي هون؟ حسنا انا اشتقت لك، انت اشتقتي لي؟ شاهين اطلع لبرا لانه اللي فيني مكفيني. ما رح روح لا تقولي لي اشتقت لك. اتركني بحالي الله يخليك. شو عم تحكي انت؟ كل همومك رح تروح بعد ما رجعت للبلد. شوفي صرت موظف بالحكومه ومعي مصاري كثير. تعي شوفي بعينك. شوفي شاهين انت منين لك كل هالمصاري؟ يعني منين جبتهم؟ ما قلت لك صرت موظف بالحكومه؟ موظف ومحترم كمان، شو بده ابوك اكثر من هيك؟ هلا اذا تقدمت لك ما له حجه يرفض، ما هيك؟ بابا الله يعينه لبابا، ليش انت بتعرف وينه هلا؟ بعرف، انا مشان هيك رجعت لك، بس المصيبه وقته صعبه كثير. صعبه؟ ليش صعبه بقى؟ اللي بعرفه انا ما حدا بيعرفه غيري. بصراحه مشكله ابوك يا عويصه. عويصة كتير ويمكن ما يطلع منها ابدا. ها ولي شو يعني؟ لا لا تخافي، انا ما رح اتركه ولو انا شاهين. اذا بدك بكره، بكره لا اللي بعده، بعد بكره بكون عندك هون بالبيت. عن جد شاهين؟ يعني انت اكيد بتقدر تطالعه؟ وحياتك ما حدا بيقدر بيطالعه غيري انا، وانا مستعد طالعه بس بشرط. وشو هو الشرط؟ انك توافقي تتجوزيني. خلص مو انت بتقدر تساعده لحتى يطلع؟ بوافق. اكيد موافقة؟ موافقة. اي اي اذا هيك انا اللي بطالعه. اهلين عبد الغني، خير؟ شوفي شلون رئيس المخبر؟ يعني هلا ابو حسنة موقوف؟ طيب طيب انا راح اشوف الوضع وبخبرك. احترامي سيدي. اهلين ابو العبد، شوفي سيدي شو هالرئيس المخبر اللي بيعتلنا اياه على البلد؟ شو بو؟ خارب بيوت الناس، ظلم، فساد، رشوه، ما عاطي اعتبار لحدا. يا اخي شو فيني اعمل له؟ بالظاهر داعم حاله دعم منيحه. أنا بشيله إذا بيصني عليه كلام مؤكد وصحيح، أما هيك من الباب للطاقة ما بقدر شيله. يعني سيدي إذا إجوا الناس لعندك لهون وقالوا لك عن فساده ورشاوي بتشيله؟ بشيله، بس لازم أتأكد بالأول إنه كلامه صحيح. اترك هالموضوع علي سيدي، عن إذنك. مع السلامة. أهلين عمي أبو حسنة. قسما بالله حاسك انك انت مظلوم، بس مو طالب ايدي اعمل لك شيء.
كتر خيرك يا عزات. سيدي وخيرك عمي أبو حسنة. الرجال المنصاب مخطر ويمكن يروح فيه يا صفيان على دولاب واحد. فأنا برأيي إذا عندك أي معلومات تحكيها حكيها، أحسن ما بكره يلبسوك شي تامي وتروح فيه إعدام. حاسس حالي مثل الضايع يا عزات. الله لا يوفقه اللي كان السبب، الله لا يوفقه. ومين كان السبب؟ ما بعرف، حلو عني عزات، الله يوفقك حلو عني. بدك تروق لي حالك عمي أبو حسنة، طول لي بالك شوي. بدي أسألك سؤال، شو علاقة المنصاب بشاهين؟ لأنه أبو صالح شافهم الاثنين مع بعض، وإذا بتعرف شو العلاقة اللي بتربط بيناتهم بتوفر على حالك مشوار طويل وبتقيم عنك. ما بعرف، بدكم تعدموني اعدموني، بس حلوا عني عزات، حلوا عني. روق لي حالك يا أبو حسنة، بشرف يا حبيب ساعدك. على كل حال إذا حبيت تحكي أي معلومة ترى أنا جاهز. حلوا عني. هات هات، تصبح على خير. لا بابا لا، مستحيل حدا هون يحكي هالحكي. مين بده يحكي هيك؟ مستحيل. رئيس المخفر لا سب الحكومة ولا طلب رشوة من حدا. بعرف بعرف، بس هنن لازم يقولوا هيك ليشيلوا يكذبوا. شو بصير يعني؟ طيب استقلوا، أنا هذا اللي عندي. لا أبي لا، كتر خيرك، ما حدا عنده استعداد يكذب ويتبلى الناس. مع السلامة. تضرب من الترباية، من اين جايب لي هالاخلاق؟ ما بعرف والله. هات عنك ابو علي، مدبر حالي. اخذت انت اللي وصلنا لك البيت، خلص ما بنوصل. والله مدبر حالي. خلص لا بدك تهمني. ابو علي، اهلين ابو صالح، شو هالمفاجاه الحلوه؟ لك شلون بتترك البوسطه وتيجي لهون؟ ها سلام لله يا ابو صالح. اي والله السلام لله. بعدين والله ماني تارك البوسطه، يعني قفلتها واجيت. اهلين بسلوم، يلا اعطيها الاغراض لشوفه، خلصنا ورانا شغل ورانا مسؤوليات. تحرك. الله لا يسمح على الطلق عن اول مصاري بتزال بس العالم تطبق عليهم. صاير العالم. ها ادريس، شلونك؟ شو اخبارك؟ عازك كلمتين هلا. انا هي ما في ابسط منها القصه. انت شغلك بالزعفرونة، شغلك بالكركون، ما تجيب سيرة. ادريس وين كنت؟ استلم النمرة. راجل ابو حسنة مو هون وانت فاتح لي الدكان وداير، وين كنت؟ المهم زن لي كيليان ثلاثة طحين إذا بتريد. ما عندي. ما عندك طحين؟ لا ما عندي. يسكر الدكان لكان وما تفتحه، فعلا انكم رعاع. نيالك يا بلد، إذا كانوا سلوم وشاهين واجهتها. شاهين؟ لا تحكي ولا كلمة، بعرف كل شيء صار. إذا سألك رئيس المخفر مين اللي ضربك؟ قل له قطاع طرق، ما شفت وشهم، ضربوني وشيعوني. مين؟ طيب وإذا سألوني عن أبو حسنة؟ قل له ما بعرفه ولا شفته بعمري. ليش؟ أخي لا تسأل ليش، عمل اللي عمل لك عليه وخلاص، ماشي؟ طيب ماشي. جيش. يلا ما في شيء، يلا خاطرك. مع السلامة شاهين. حميدة! أنت لأينتا بدك تضلي عن زيقة؟ ليكي حميدة، أنا قررت أترك الرعاع وصير أمشي مع الراعي. يلا قومي ضبي لي أغراضك، بدنا نروح لعند البيك فوراً. ماني رايحة، ما عاد بدي أشتغل عند هذا الزفت البيك. نعم؟ وعم بتقولي زفت عنه؟ بدك تقومي وغصباً عنك. ولا ما عاد فيكي البهدلة تعودتي عليها؟ ولك على القليلة شغلك عند البيك عامل لك قيمة يا جتمة. أي بهدلة حبيبي؟ البهدلة اللي مو عاجبتك أحسن من الشغل عند الزفت البيك اللي لهلا ما أعطانا ولا فرنك. لك لا، هاد هو اللي عم ياخذ منا، شي بده بن وشي بده سكر وشي بده أكل بيت. لا مو بس هيك كمان، بنته بتشفى وتحنن علينا وهو بيعاملنا مثل الحوش والخدم. هذا الطائم اللي فرحان فيه حضرتك هذا حسنة مو تعبنا. خلصي ولي، يلا روحي دبي غراضك، بدنا نروح لعند البيك فورا. ماني خرسانة، واللي بدك تساوي ساوي. شو سلوم بيك؟ صاير رجال والله. لا وبيك كل اللي غبتهم يومين ثلاثة، بدك تتحكم بأختك، لا وتشغلها خدامي كمان. اسمعوا لا، اسمعوا لا، أحسن ما أمسح الأرض فيك. أنت مالك علاقة بأختك مناب من يوم وطالع.
لبين ما تتجوز وتخلص منك ومن قرفك. هلا هذا جزاتي؟ هذا جزاتي انه بدي طالعكم من الوحل اللي عايشين فيه؟ الوحل اشرف من خدمة زبالة الناس يا دب يا حمار. روح من وشي، روح من وشي احسن ما امسح الارض فيك يا ابو طام عيره. لك هذا ابو يحيى التاجر اللي نصب عليه بالعريات. لاما هذا هو؟ طيب ليش ما خبرت عنه؟ لك شو مجنون انت؟ شو خبر عنه؟ اذا قلت له انه نصب علي ولقوه مرمي بين الحياة والموت قدام بيتي، بمين التهمة رح تلزق؟ فعلا حق ما، بس اذا عاش واعترف يمكن يرجع لك حقك. ها لا انت اكيد ملهوس عقلك. لك شو عم تحكي يا رجل؟ إيه لبين ما يطيب هذا، اذا طاب بكون تختخت بالحبوس. اخي انا نسيت، اللي راح راح بيعوضني الله، بس المهم ما تكمل معي ويلزقني شي تهمة جديدة. إن شاء الله ما بيصير إلك الخير، بس أنت طول بالك شوي. بتهون، المهم طمني على حسنة. يا أخي طمان، حسنة بخير، هي عند ريا وما عم يتركوا بعضهم النوم. يكتر خيرك يا أبو رشيد، أنت أخ وأصيل. اللي هلا شو أخبار البلد؟ أنا برأيي يا أبو حسنة تحكي الحقيقة لأهل البلد، لأن الحكي كتران وعم يحكوا كلام إلو أول ما له آخر. لا يا أبو رشيد، الحكي ما بقى يفيد. أنا بعرف، لكن اللي عم بسمعه أنا مستغربه أكتر منهم. شو رجال مسلحين وبالليل ولابسين أسود وجريها وشو بيعرفني؟ تعرف يا أبو حسنة، في سؤال مهم، شو جاب أبو يحيى النصاب لبستانك ومين اللي ضربه؟ ما بعرف يا أبو رشيد، لك صدقني ما بعرف. حاسس حالي كأني عم شوف كابوس، ومع ذلك بتمنى ضل نايم مشان ما اشوف الكابوس الأكبر اللي حولي. أعطيك العافية عم أبو حسنة. وهلأ شاهين هو اللي بده يطالعه لأبوكي من السجن؟ والله ما بعرف يا ريا، هو هيك قال لي، وقال لي كمان إنه أبوكي شغلته كبيرة وعويسة كتير، بس هو بكره بده يطالعه من الحبس. يوضع سره باضعف خلقه. لك انت جد بالك حسنة لحتى تصدقي؟ انا شو قلت لحالي؟ قلت لحالي بلحق الكذاب لباب الدار. بعدين بدك الصراحه، يعني هو ما وافق يطالعه للبابا غير لحتى وعدته بالزواج منه. هلا كل هاد صار بهالعشر دقائق اللي تركتك فيهم؟ لك شو جنيتي لك حسنة؟ هاد شاهين واحد كذاب بعمرك لا تتاملي فيه. بعدين انت مصدقه انه هو بده يسنده لابوكي؟ لك هو بده مين يسنده؟ لك يا ريا يا حبيبتي، انت ما بتسمعي بالمثل اللي بيقول لك الغريق بيتعلق باشياء؟ انا هيك صاير فيني. لك افتحولي وناشدكم، افتحولي لفشخ الابي الواطي. لا تعلي صوتك عمي ابو حسنة، لا بسمعك رئيس المخفى. ولك يسمعني الحق معك، شو ما حكيت وشو ما قلت، بس صدقوني يا جماعه انا مظلوم، الناس كلها ظالمتني. ولك انت مظلوم يا وغد، ولك انت بتظلم بلد، لو طولك لبلبس عيونك. طول بالك ابو حسنة، ابو رشيد هدي شوي، ما بصير هيك. هلا اذا سمعوا رئيس المخفر ما راح يسال شو في بيني وبينك. وانت طيب شو جابك لهون؟ اسمع مني وروح، لانه اذا ما ابتلى فيك هو انا راح ابتلي فيك. ها يا جماعه ليش ما عم تصدقوني؟ صدقوني انا مظلوم، ابو يحيى نصب علي مثل ما نصب عليك يا ابو حسنة. اسمع اسمع، ولا ابو صالح قال انه شافك انت وياه بكفر شلهوب، صح الحكي ولا مو صح؟ صح يا عمي ابو حسنة صح، وانا قلت لك اني انا عم تاجر معه، بس شو بدي اسوي؟ ضحك علي، ضحك علي مثل ما ضحك عليك. ها والحريات اللي بعتهم كمان ضحك عليه؟ مظلوم يا جماعه، صدقوني مظلوم. الله وكيلكم، لما شفتك اخذ الحريرات ونازل فيهم على الشام قلت لحالي ولي على مصيبه. لك استحقرت حالي وسبيت حالي، قلت لحالي انا كل هذا الشيء بسببي، وانا بعرف قديش الحريرات غاليين عليك يا ابو حسنة. لأنك بتعرف إنه الحريرات غاليين علي تقوم تسرقهم لك يا واطي؟ لا والله، بس أنا صممت بيني وبين حالي إنه رد لك نفس الحريرات، نفسهم بالضبط، لذلك قلت إذا باعهم بالمدينة ممنوع تعرف وين أراضيهم. فوقت طلع الختيار بعته إياهم أنا وأخذت عنوانه وسجلته. وليش أنت أخذت عنوانه؟ أنا قلت لحالي بكرة بنزل على المدينة واشتغل وبكد وبطالع مصاري وبرجع برجع له نفس الحريرات عمي أبو حسنة. وفعلا الله وفقني. وها ليكو هاي المصاري، خذ المصاري اللي بدك اياها يا ابو حسنة. طب مصاريك ردن على جوعتك،
أنا ما بدي منك شيء، الله غانيني، بس لا تفرجيني خلقتك، فهمت؟ لك يا ريا، البابا متأكد إنه مرشد بيكرهه وعم يحاول يعرقل له مصالحه. مثلاً هو مع عبد المقصود اللي بابا بيكرهه، وعم يحاولوا يدخلوا أبو علي الشوفير معهم بالحزب وأبو علي بحزب البابا. هلا أبو علي صار غنيمة تخان عليها الأحزاب. شو بيعرفني؟ حتى أنا ضايعة. إيه؟ وليش حضرتك ضايعة بقى؟ يعني على فرض بابا وافق يجوزني مرشد. طبعاً وهذا مستحيل، بس خلينا نفترض إنه صار. أنا بهالحالة لازم يكون لي موقف، هيك فهمني مرشد. قلتك مع مين أنا بدي أكون؟ مع حزب أبي ولا مع حزب مرشد؟ هلا أنتي تزوجي بالأول بعدين بحل الحلة. ولا قلي شكلي حزب لحال. هيك رأيك؟ وأنا كمان هيك عم فكر. سهلة طمنيني، ما في أخبار جديدة عن بابا؟ يعني ما حدا خبر أبوكي إنه بدهم يطلعوه عن قريب ولا لا؟ خلصنا روق، بس بصراحة ما معك حق، يعني حقك ورجع لك يا لك، باخده ولا ما باخده؟ يا أبو رشيد الله يوفقك، أنا هالزلمة ما بدي شي منه، بس بدي إياه يحل عني، ما أشوف وشه. لحظة يا عصب، أنا رجعت لحتى أحكي لكم هالكلمتين بس. صحيح أنا كنت أندبوري وابن شوارع، بس هذا كان أيام زمان، أما هلا أنا موظف بالحكومة وإلي كلمتي، ولحتى اثبت لك اني بحبك يا عمي ابو حسنه رح اخلي رئيس المخفر يخلي لك سبيلك حالا. ولكن لك انت واحد شاهين ما عم يكذب. لك يا اخي اعتبره غلط، بده يكفر عن غلطه. ايش كفر؟ لك يا ابني يا شاهين انا مصدق، الله يرضى عليك، اعمل بقصدك وروح روح حكينا مع رئيس المخفر. تكرموا تكرموا يا عمي ابو رشيد، عمي ابو حسنه مهما اسي علي بيتم مثل والدي. صدقني يا عمي ابو حسنه ما راح تنام اليوم الا ببيتك عن اذنك. لك شو جنيت انت يا ابو رشيد؟ معقول تصدق هيك واحد؟ لا سيدي صدقه، لانه الاخ صار عم يشتغل مع الشعب الثاني، يعني لازم ناخذ حذرنا منه. لك اخي المثل بايد لك، اللي ما بيخاف من الله خاف منه. لك شو شو عم تحكي يا ابو رشيد؟ شاهين صار بالشعب الثاني؟ لك مالك شايف لبسه؟ مالك شايف النيشان اللي على صدره؟ يا حبيبي عيش كثير بتشوف كثير، والله عشنا زمان تبهدلت فينا يا شين يا ابو رشيد. بس انت ما قلت لي اللي بدي افهمه منك، لك انت ليش ما اخذت مصاريك؟ الله يهديك يا ابو رشيد. لك شاهين هذا واحد نصاب بيعطيني المية لياخذ الخمسمية. لك اخي بيغنيني الله عنه، انا ما بقى بدي شيء منه، بس المهم يحل عني وما اشوف خلقته. لك كان شو هالزمان هاد لك يا ابو رشيد، شاهين ونيشان. مختار مختار شو في يا عواد؟ شفت شاهين طالع من المخفر لابس طقم وحاطط على صدره شيء عميل معي يا مختار. انت متأكد؟ ولو يا مختار، في مرة قلت لها خبر مو صحيح. لك وينك؟ روح اسباني على البيت ولا تخبر حدا، سامع؟ حاضر مختار. روح. رحمة، يعني شاهين سمع بالخبر راح لعند شريكه. أحسن شي يرجع للبيت لشوف الست مريم شو راح تحكي. عمره ما حدا سمع من مرة وشاف الخير. لا وأنا كيف طاوعتك ما بعرف. بصلي هلا أبوكي فتحت له بواب جهنم هيك. على مهلك على مهلك، ليش معصب؟ ليش معصب؟ من مشورتك اللي بتهوي. أبو حسنة وشاهين وراء سر، خليك وراء لا تفلتوا. هاي ضليت وراء، شو استفدنا؟ يا بي ما عم بفهم عليك ولا كلمة. شاهين شاهين رجع على البلد. ويرجع وين المشكلة؟ رجع مخبر بيشتغل بالشعب الثاني، مثل هاد مقصوف الرقبة شعلان يلي منتل الشحرير. يشتغل
انت شو دخلك؟ شو دخلني؟ ما انت بتعرفي شاهين وابو حسنة سوا، ونحن اللي حطينا ابو حسنة بالسجن، يعني شاهين بده يدافع عنه، يعني بده يوقف ضدنا، وانت بتعرفي شاهين انت شو مأذي. ينتقم منا، بهي معك حق. لا تغلطي يا مريم، انا طول عمري معي حق، وانت بتعرفي انا لما بشغل مخي بيطلع معي. وهلا شو ممكن نساوي مريم؟ يا بي خلينا نحلل الامور بالشكل المنطقي. شاهين كل عمره بحب مصلحته، وانا برايي تتقرب منه وتورجي انه مصلحته معك، هيك بيترك ابو حسنة بيشد معك. يشد معي؟ شو بده يشد معي؟ مريم ضوعتيني، هلا تركيني من التسلسل المنطقي. عادي خلينا نفكر شو ممكن نساوي، وحصريا انت فكري معي. انت خليك مرتاح، انا راح روح شمشم لك الاخبار وجيب لك اياها. سلوم، نعم عسيمة جديدة. سلوم خبرنا الحقيقة، حميدة مش مريضة، حميدة تركت الشغل مش هيك؟ ايه لا يمكن ما بعرف. لا بتعرف هي اكيد تركت الشغل، بس خبرني ليش. لأنها جدبة وحمارة وما بتفهم وما بتعرف شو بدها. يمكن تكون هي الوحيدة اللي عارفة شو بدها، نحن اللي ضايعين. سلوم انت بتعرف شو بدك من هالحياة؟ ايه انا ما بدي اكون خاروف او واحد منقطيع، انا بدي اكون صفرطاسي مثلكم. مجدولين حاكيني كلمتين. سلم روح على بيتكم. لسه ما خلصت شغلي. عم اقول لك روح. لهون وصلت معك يا مجدولين، مرقت لك اياها اول مره كررتيها مره ثانيه، شو منظرنا قدام الناس لما يلاقوا الخدم اللي عندنا لابسين مثلنا. اي هيدون الخدم اللي انت معتبرهم خدم لهلا ما اعطيتهم ولا قرش واحد من اجارهم، قلت لحالي بعطيهم قطعتين تياب يمكن يسكتوا ما يفضحونا قدام الناس. يفضحونا؟ مين هن اللي يفضحونا؟ اي بكره بس يبعث لنا خالك مصاري بنعطيهم مصرياتهم وفوق من الاكراميه، بعدين انا مستعد بيع اي قطعه من اساس البيت ولا شوف حدا من الرعاع بيشبهنا حتى بالتياب، فهمتي؟ والله يا بابا انا ما عاد فهمت شيء. ما عاد فهمت لا انت شو بدك ولا انا شو بدي. استاذ عبد، يا استاذ عبد. اهلين مريم، كيفك؟ الحمد لله. لا تصدق قديش فرحت بشوفتك هلا. عن جد عم تحكي؟ اوف لكن عم مزح. يعني انت كنت عم تفكر فيني هلا هلا؟ اكيد، وفي شغله بدي اقول لك اياها بس متردد. قول، لا تتردد، قول. طلاب سوريا كلهم بكره طالعين مظاهره بذكرى قرار التقسيم، وحابك تروحي معنا. يقسموك شفتين بعيد الشر. قرار التقسيم؟ ونحن يا مريم كافراد في هذا المجتمع، افراد فاعلين وكطبقه كادحه، لازم نوقف لهذا القرار بالمرصاد. بالمرصاد؟ ايه تعال هون ووقف وشوف لي بالمرصاد مين هاد؟ شاهين. وهذا الطريق لوين بيودي؟ لبيت ابو رشيد. ومين في بيت ابو رشيد؟ حسنة. حسنة حسنة. مريم انا مضطر امشي ضروري. هيك تعال. الله لا يوفقك بعيد الشر. مرحبا نسرية. اهلين شاهين، والله ما عرفتك، شو عامل بحالك؟ صرت موظف بالحكومة، وظفوني بالشعب الثاني. أهلين شاهين، طمني شو صار معك؟ اطمني حسنة، اليوم المساء بيكون أبوك بالبيت. ايه وبركي ما رضي يطالعه رئيس المخفر. لك شو ما يرضى يطالعه؟ شو مع مين على الآن هو؟ ايه والله بحطه محله. أنا ما بعرف كيف بدي أتشكرك، عن جد شكرا. لا تشكريني ولا شيء، المهم تكون عند وعدك يا حلو. وعدي؟ وأي وعد؟ شو أي وعد؟ دغري نسيتي؟ زواجنا،
اسمعي لقلك، اليوم انا رح اخذ جاها وروح اطلبك من عند ابوك. شو قلتي؟ لك تطلب مني ولك؟ اشو بنوب؟ جنيت؟ ولك واحد انبطاحي مسطح مثلك يتزوج واحدة كادحة مثل انسي حسناء؟ اشو ما ضل قيم؟ ولك مستحيل؟ ليلو ليلو انسي حسناء. شو حسناء؟ ليش ما عم تردي؟ ليلو لهالكادح انك بتحبيني. طلع في منيح تعرفوا للرجال ولك مو بهاد يا حبيبي هاد؟ ما بعرفه يا سيدي ولا بعمر شفته. اطلع في منيح بلكي بتعرفه. ما عم تقلي ايه؟ عم قلك يا سيدي ما شفته. ما شفنا ابو جابيل. شو بدك اياه يتعرف على ايه بالزور يا اخي؟ الله الله يا ابو حسنة، شو رايك تلبس طربوشنا وتجي تقعد محلنا؟ ها عم تطلع على نفس القانون؟ عجب عم تغلط وخلينا على بيت الله. يلا يلا دابي. قلت لي ما بتعرفه. تأخر الأستاذ عبد المقصود. أنت الحق عليك، ما لقيت غير ديبو تبعته يندهله. لو رحت أنا كنت جبت لكم إياه من تحت الأرض. فعلا أنت يا رفيق مصطفى مثال الرفيق المتفاني لحزبه. يا رفاق، اليوم بيصادف قرار تقسيم فلسطين، ونحن طبعا كحزب معارض لازم يكون لنا موقف مميز من هذا القرار الجائر. الله وكيلكم يا رفاق، فتلت عليه بسراج وفتيله ما لقيته. شو وين صرتوا؟ انا برايي نبعث رساله شجب واستنكار وتنديد لهيئه الامم ومنهددهم انهم اذا ما بيتراجعوا منقوم الدنيا وما منقعدها. يعني هلا حزبنا له فروعه بكل الدنيا؟ طبعا. ونحن كمان يا رفاق لازم نفكر كيف ننظم المظاهرات بكل ارجاء الوطن وبنفس الدقيقة. موافقين؟ موافقين. يعني شو لازم نساوي؟ نحن ما بصير نتصرف شيء لحتى يجينا رد القيادي. موافقين؟ موافقين. موافقين. شرفوا على الاجتماع. يلا تفضل تفضل. شرفوا شرفوا رفاق شرفوا. عمي ابو حسنة، عمي ابو حسنة. مش شرفي يا عمي ابو حسنة اني دافعت عنك قدام ابو جابر دفاع مستميت. بس يعني إذا بتعرف لك شي معلومة أو شي سر مشان أقدر حل هاللغز خذ وعطي سمعانك. شوف عزات، أنت من هلا ورايح رح تكون بير أسراري لأنك سكرت وقضاي وبيعتمد عليك الواحد. بس بتعرف شو المشكلة؟ إني أنا ما بعرف ولا معلومة، وحياتك على الغالي لو بعرف لقلك مباشرة يا كحل هيدي. لعمة نفد من إيدي هذا اللغز، لكن طبعنا بسلك الشرطة لأني بحب الألغاز. والله يأتي رح أطلع تقاعد وتيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي. الله يبعث الخير. تعالي ولا قاصد. الله يصلحك، الله يسامحك. معقول؟ معقول هيك؟ تتركني واقفة لحالي وتروح؟ آسف شاهين بده يطلب يد حسنة اليوم. إيه فخاري كسر بعضه. أنت ليش مزعل حالك؟ أنا ماني فهمانة. أصلاً في بنات أحلى منه وأسكى منه وأشطر منه وبيتمنوا إشارة وحدة منك. يا مريم أنا بحبها، يعني عن جد بحبها. ولك ممكن ترفضه؟ لا ما رح ترفضه. تعرف ليش؟ لأنه بتحبه. ما بتزبط مبتها الطبقي ما بيتلائم مع انتهازيته. هذا واحد طحلو بمتسلق متحلزن. متحلزن؟ ايه؟ مريم فين اطلب طلاق؟ بأمور شو بدك؟ هلا قال شاهين انه بياخذ جاها و... يعني فيكي تخلي ابوكي ما يروح معه؟ يا مريم ابو حسنة طلع من السجن. روح لنعمله شي ولا تضرب انت وهيك خبرية. ها انا الوحيد اللي كنت متأكد من براءته. وقف لقلك. بدي بس بدي روح. لك وقف اسمع شو رح قلك. رح احكي مع ابي ورح قل له ما يروح مع شاهين ويمنع كل اهل البلد يروحوا معه. شو رايك؟ انا عن جد ما رح انسالك هالمعروف بعمري. مريم شكرا كثير، عن جد شكرا. ابو حسن طلع من الحبس يا مختار. معقول؟
شو عم يصير؟ أول ما بيرجع شاهين بيطلع أبو حسن من الحبس وبيزوره عبد المقصود، معناته في إنا ما في غير مريم روح لعندها تفهمني شو عم يصير. عواد. نعم مختار. اغلق المحل واتبعني. حاضر مختار. عواد. نعم مختار. أنا كم مرة قلت لك تصقي هالعصاي بلكي بيطلع لها عرق أخضر؟ سلامتنا فهميتك مختار، هي هيك نوعها ما بيطلع لها أخضر لو سقيتها. معناته هي يمكن بعل ما بدها مي. مشان واجبك مختار. تفضل بسكر. ما بصير مختار ما بصير. تفضل. أستاذ عواد. نعم مختار. معي ضغط يا عواد، على كل حال وصلني على البيت. آسف مختار، كم مرة قلت لك أعطيني مكافأة مشان البسليتي؟ ليك والزنزير انقطع هلا. مو مشكلة من عيوني. خلاص، بعدين بدفع لك وبتصلحها هلا وصلني يرضى عليك. يا رب تفوز. لحظة. فوز. شوفوا لفندي فايت بارن بوزو كأنه ميت له عزيز. ما بعرف، راح أشوف شو بو. هات لشوف أخي شو صاير معك، حكي لي. مو صاير معي شي، حلي عني وتركيني. سلوم، شو ما يكون اللي خسرته مو مهم، المهم ما نخسر بعض. بعدين نحن اخوات وما لنا غير بعض. هات لشوف اخي شو صاير. مو صاير معي شي، قلت لك حلي عني وتركيني، خليكي قاعده. الله يهديك لك سلام. كتر خيرك يا ابو رشيد. لك يا ميت اهلا وسهلا. طول عمرك اخي غالي. استني الله معك. مع السلامه. خاطرك عم يريح. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. اليوم المسا جاي لعندك شاهين يطلب منك تاخذ جهر وتروح لعند أبو حسنة تطلبوا حسنة. روح معه؟ مستحيل، ناقصني بهادين. بعدين اطمني، أبو حسنة ما بيجوز بنته لشاهين. منشان هيك لازم تروح معه. ما فهمت عليك. إذا وافق أبو حسنة يجوز بنته فمعناتها الأمور زابطة بيناتهم على 24 إيراد، أما إذا رفض فهذا بيعني شيء واحد. واحد؟ شو هذا الواحد اللي بيعني؟ بيعني إنه شهر العسل بين أبو حسنة وشاهين انتهى والخلاف دب، وإذا دب الخلاف بيصير حكي، وهيك منعرف السر اللي كان بيناتهم. شفتي؟ لما منفكر سوا بيطلع معنا. لك يسلم لي المخ، طالع لأبوكي. مرحبا، أهلا وسهلا أستاذ عبد المقصود.